سوق الديوانيه الكبير هذا ذكريات عندي بي. ذاك بطل زيت ب5000 شوفها. هذا زيت عمي من يقدر يحكي بعد ويا زيت بس ما شاء الله اشتغلت بيه مو السوق عامر لانه بصراحه مو لانه ديوانيتي هي طيبه الناس طيبه يعني. شنو تشتغل بيه هناك استاذ؟ ها شنو تشتغل هناك بالسوق؟ اني كان عندي محل مال كرزات وحلويات. بس انت تاكل بخمسة تبيع ما شاء الله. كل احنا عندنا محلات. أنت أخويا وسيد محمود عنده عطارية. بس أنا شنو مرة قلبت كبة مرة قلبت. على المستشفى تشتري. إيه والله كرزات قلبت كبة. أشتري كرزات هالفستق الحمراء. يعني العالم يشوف أكو كبة بس مكتوب كرزات رضا.